احنا الحمد لله يعني بتوجيهات من سموه قدرنا بان نحتوي طبعا الفتيات جزء هام من مجتمعنا، وايضا ذوي الاعاقه الجزء الاهم من في مجتمعنا، وجميعنا يعني كنا في سقف واحد، وهذا المفروض انه هو يستوي. هذه يعني مثل ما تقول سمو الشيخ خالد يقود بالمثل، ويعني يرسم لنا الطريق، واحنا يجب علينا ان ننفذ ونشوف بان النتائج جدا ايجابيه.